يعني الاول هل تتفق مع كابتن حسام ولا تختلف ان الزمالك محتاج تدعيمات في اكتر من مكان؟ ده اول سؤال. هل النهارده اللقاء ممكن يبقى فعلا يعني مكسب كبير عوده باسم مرسي؟ ثالث حاجه تغيير كهربا بمايونكا، واضح ان هو مايونكا دايما على رادار ماكلش ودايما بيدفع بيه بشكل كبير يعني، والحقيقه ما اقنعناش لحد دلوقتي بحاجه. اكيد طبعا اتفق مع كابتن حسام في نقطه التدعيم. نادي الزمالك دور الثمانية هيبقى صعب جدا، مباريات قوية جدا في دوري مجموعات. الدوري. في الدوري طبعا في منافسة قوية جدا، احنا كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده ان المنافسة بقت بين الزمالك وبين الفرقتين الثلاثة اللي تحتيه دلوقتي للمحافظة على المركز الثاني. نادي الاهلي صعب بالطريقة والاداء والروح اللي بيلعب بيها دلوقتي، صعب انه يخسر نقط، فما اعتقدش ان الفرق ده هيقل. مباراة النهاردة كانت مباراة مهمة جدا للنادي الاهلي للمحافظة على الفرق ده. اعتقد فرقه سموحه بالاداء اللي بتقدمه من احسن الفرق اللي في الدور الثاني في الدوري، فرقه عندها امكانيات كويسه جدا. النادي الاهلي بفوزه النهارده يعني قطع خيط كبير جدا من الامل موجود عند نادي الزمالك انه كان يقرب الفارق. برضه فرقه سموحه، فرقه حرس الحدود النهارده يعني الفارق في الترتيب بين سموحه وبين بين بين حرس الحدود وبين الزمالك في الدوري، ما يعني النتيجة كانت لازم تكون أعلى من كده. نادي الزمالك الأداء كان لازم يكون أفضل من كده. أعتقد إن فوز الزمالك النهاردة مهم لحفاظه على المركز الثاني. لو بصيت في الجدول يا كابتن سيف، في يعني سموحة وإسماعيلي فرق 4 نقط بينهم وبين الزمالك. أعتقد لعيبة الزمالك محتاجة إن هي تشتغل أكتر من كده، محتاجة إن تقدم روح أكتر من كده. يعني ده مش أداء فرق بطل الدوري الموسم اللي فات. يعني زي ما قلنا الفترة اللي جاية هتبقى صعبة جدا. دور الثمانية محتاج مجهود أقوى من كده، محتاج لعيبة يبقى روحها أعلى من كده في تنفيذ حاجات كتير جوه الملعب. كابتن طارق، هل ماكليش قادر إن هو يتعامل مع لعيبة الزمالك قبل التدعيم؟ هل إن هو لو تعامل معاهم نفسيا وصح اللعيبة اللي موجودة، هل يبقى برضه محتاج تدعيم بالشكل ده؟ هل فريق نادي الزمالك بيؤدي بالشكل الفني اللي يرضي جمهوره؟ لا، هو نادي الزمالك محتاج تدعيم يعني في بعض المراكز المهمة اللي احنا يمكن شفنا النهاردة، بالرغم ان محمد عادل جمعة له فترة طويلة جدا ما كانش بيشارك بشكل اساسي، النهاردة قدم مباراة مش وحشة في حدود امكانيات البدنية اللي موجودة. لكن نادي الزمالك محتاج باك شمال بجودة عبد الشافي، يعني مع احترامي طبعا للموجودين، محمد عادل لعيب كويس ولعيب مميز لكن صغير في السن لسه صاعد واعد مع كابتن. يعني محتاج لعيب زي مين كده كابتن؟ انا قلت لك في امكانيات محمد عبد الشافي. زي مين بقى يقررها مجلس اداره؟ محمد عبد الشافي. وجهه نظر حضرتك يعني زي مين في الدوري المصري؟ يعني مين مستواه شايف ان هو حضرتك عايز حد زي ده، فرده زي ده؟ يعني لو جينا مثلا قلنا راس حربه دلوقتي مروان محسن، فممكن مثلا الزمالك مثلا يقول انا عايز راس حربه زي مروان محسن. بص، صعب انا احدد ليه؟ لان انا شغال في الدوري. ليه؟ اقول انا لعيب مثلا بكذا هيبقى صعب ان انا في منافسه بيني وبين الانديه، في نفس الوقت انا راجل مدرب في الدوري الممتاز، لو قلت على لعيب يقول لك ده بيسوق للزمالك، لا ما ينفعش. فانا بتكلم في نادي الزمالك عنده لجنه او عنده ناس بتقيم اللعيبه.